انطلقت بمدينة جدة فعاليات اليوم الأول للمؤتمر 14 للجمعية السعودية للجراحة العامة، حيث بدأ في هذا اليوم تجمع كبير ومتميز يسير يدا بيد أن تكون اللقاءات العلمية محط أنظار الجراحين من كل حدب وصوب. الحمد لله، وإن شاء الله البلان والفيوتشر بلان بالنسبة للجمعية أن تكون هذه النوعية من المؤتمرات بجمع الجمعيات وجمع التخصصات كلها في ملتقى أكبر وأكبر. كما ستقدم 9 جلسات ومحاضرات علمية وحفل الافتتاح للمؤتمر، وشكر وتقدير لسعادة وكيل الجامعة الأستاذ الدكتور أمين يوسف نعمان. الآن زي ما أنت شايفة حوالينا من كل مكان أدوات جديدة بتسهل عمل الجراح، بتحسن من الخدمات اللي بتقدم للمرضى، بتحسن من المخرجات حقت العمليات، المرضى صار الاستشفاء حقهم أسرع. فأكيد التكنولوجيا حتكون جزء أساسي لكل حاجة إحنا بنقدمها في العمليات الجراحية. يشهد أيضا تكريم في لمسة وفاء وتميز لعدد من الجراحين وفاء وتقدير لهم لعملهم على مدى سنوات مسيرتهم العلمية، الذين ساهموا أيضا في تطوير التعليم وتدريب الجراحي في المملكة. جمعية السعودية للجراحة العامة يعني هي جمعية فتية لها دحين أكثر من 20 سنة، بدأت في 2001 تحت إدارة وإشراف جامعة الملك عبد العزيز في جدة، وهي تشمل جميع الجراحين في المملكة. تقديم نخبة من الأطباء والمتخصصين ورش العمل والدورات التدريبية في طب الجراحة العامة وطب الحالات الحرجة والموجات فوق الصوتية. تم مناقشة السياسات والإجراءات المتقدمة في هذا المجال وتحسين الخدمات الجراحية المقدمة للمرضى. جلسات علمية ومعرض متنوع وأطباء من مختلف التخصصات اجتمع اليوم هنا ليحتفلوا بإنجازات ومستقبل واعد للجراحة. لقناة إقرأ ليال عوار.